سالي ضمن مساحتنا الطبية لليوم رح نتوقف عند السيجارة والمخاطر اللي بتحيط فيها. كثير من المدخنين لما بنقول لهم انتبه هذا الشيء ما انه منيح، التدخين خطر، بيكون الجواب مجرد تنفيخ. لكن يبدو أن الباحثين بالمجال الطبي رأي آخر، تدخين سيجارة واحدة بيؤدي لانتشار مواد مسرطنة بجميع خلايا الجسم، وهالشيء بيكون بعد دقائق تأثيرها على الحمض النووي بيكون مباشر فورا. لنتعرف أكثر على الأخطار اللي ممكن يحملها التدخين بدون ما نعرف لأجسامنا، شو إمتى بتظهر هي الأعراض؟ الجواب مع ضيفتنا الدكتور نوار برادعي، أخصائية بالأمراض التنفسية بمشفى الأسد الجامعي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الصحة كمان. صباح الخيرات. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتورة. يعني بتوافقي هاي الدراسات أنه خطر السيجارة أو التنفيخ مثل اللي بيدخن نظامي؟ أي أكيد، لانه هو ما في شيء اسمه تنفيخ، يعني هو الشخص عم يدخن بالنهايه، سواء يعني عم يمتص المواد السامه وعم تفوت، يعني ما في شيء اسمه تنفيخ، عم فوت الهواء وعم طلع الهواء، خلص انا عم دخن وبت، يعني مشوار الألف ميل ببلش بخطوه، عم دخن سيجاره حكمل. مظبوط. طب خلينا نحكي اليوم عن الناس اللي بيقولوا لنا مثل ما قلنا بالمقدمه نحن ما عم ندخن عم ننفخ مثلا، وهلا شفنا انه في اسعار خياليه للدخان ارتفعت وما زال المدخنين عم بيدخنوا، حتى عم بيغيروا بانواع ثانيه، يعني ممكن يكون نيكوتين تماما، نيكوتين تبعها اكبر رخص سعره اكثر من غير انواع. خبرينا اليوم هل التدخين قد ايه بياثر على جسمنا بدون ما نعرف، وقد ايه بده وقت او مده زمنيه ليبين هذا الشيء؟ طبعا التدخين هو قبل أو يعني هو اول سبب للوفيات بالكثير من الامراض حول العالم، حتى انه هو يعني اول سبب للوفيات باعمار قليله، لانه يعني هو مو بس بياثر على الجهاز التنفسي مثل ما العالم مفكره، هو بياثر على كل اجهزه الجسم بطريقه او باخرى. يعني بنبلش بالامراض الاخطر اللي هي سرطانات، ممكن يسبب لي سرطان رئه، ممكن يسبب لي سرطان فم، المنطقه اول منطقه عم تتعرض للدخان، بيعمل لي سرطان على مستوى المعده، على مستوى الحنجره، على مستوى البنكرياس، على مستوى المثانه، يعني في ارتباط شديد بين التدخين وبين هدول السرطانات. اضافه لانه التدخين لما نحن عم نحرق ماده النيكوتين الموجوده بالسيجاره، فنحن عم يعني عم يتشكل عندنا مواد مؤكسده، جذور مؤكسده، هي الجذور بترتبط بشكل لصيق بالحمض النووي عند الشخص، فبتاثر على بتعمل له طفرات مسرطنه اعدادها كبيره، بتاثر كل من يعني كل وحده فيها بتاثر على جهاز من اجهزه الجسم. حنبعد عن السرطانات ونحكي بالامور الابسط، مثلا على مستوى الجهاز التنفسي بيعمل لي سعال مزمن من وصل لدرجه ممكن نسميها التهاب عصبات مزمن. اكيد كل اللي بيدخلوا معه عندهم لحن سعلي معين، يعني صرنا نميزه. ايضا بيعمل لي شيء اسمه انتفاخ بالرئه او الداء الرئوي الانسدادي المزمن بالشقين اللي هو التهاب العصبات المزمن والانتفاخ. ممكن يسبب لي قصور تنفسي مزمن، يعني بصير المريض ما بيقدر يستغني عن الاكسجين، ورغم هيك بتلاقي الاكسجين بانفه والسيجاره بايده، لانه صار في ادمان، صار في ارتباط شديد بينه وبين السيجاره. على مستوى القلب والاوعيه والشرايين ايضا بيعمل لي تصلب، بيعمل ارتفاع بالضغط الشرياني، بيؤدي مع الوقت لحدوث سكتات قلبيه، تجلطات، ايضا ممكن يعمل لي جلطات على مستوى الجمله العصبيه، يعني على مستوى الدماغ، ممكن يعمل لي ايضا تغير بالمزاج، ممكن يعمل اكتئاب، ممكن يعمل لي، هلا هن بيفكروا انه هن بينبسطوا بس لا، مع الوقت بصير في عندنا ادمان على التدخين، ممكن بيعمل نرفزه، بيعمل تعصيب، بيأثر على الغدد، بيعمل سوء بوظيفة الغدد، بيأثر على المعدة، ممكن يزيد احتمال حدوث القرحة وبالتالي سرطانات المعدة، له تأثيرات كتير واسعة. تماما. يعني نحن هلا نحن حكينا على المخاطر يلي ممكن تصيب الشخص المدخن، ولكن في اشخاص من سنين بيدخنوا، نجي بنقول لهم انه خففوا او وقفوا، بيقولوا لك انه انا مدمنه الدخان، يعني انا الدخان او النيكوتين ماشي بالدم، لاي حد هالمعلومه صحيحه؟ ولاي حد انه في ناس لا تقدر تترك الدخان بيوم وليله؟
يعني عن جد في عالم تقدر تتركه. هلا فعلا هو النيكوتين بيعمل ادمان، يعني في ونعمل كثير دراسات على هذا الموضوع تماماً. حتى توصلوا لادويه مشان تخفف، يعني مثل لصاقات، مثل مشان نخفف من الادمان اللي صار على النيكوتين، بس بده يترافق معه. يعني رغم هيك في ناس تعالجت، بس بده يكون في عندنا اراده. هلا انا بلاحظ هاي الاراده موجوده عند المرضى اللي وصلوا لامراض خطره، يعني او وصلوا لدرجه من القصور التنفسي، انه داء الوجع وصل ايوه، بس بعد شو مثل ما قلتي. تمام. طيب بما انه دائما المدخنين بيعرفوا يعني مكتوب على العلبه قد ايه فيها مواد مسرطنه وقد ايه تاثيرها سلبي على الجسم، لكن مثل ما قلتي صار في نوع من الادمان. اليوم الشخص اللي بيقرر انه شوي شوي يخفف التدخين، هل بيلاحظ او بيتاثر كمان جسمه بهذا الشيء بتخفيف الكميه؟ في يعني اعراض عكسيه ممكن تصيب الجسم بتخفيف الكميه ولا لا؟ انه الطريقه الصحيحه كيف لازم بتكون؟ هلا هو اكيد كميه التدخين وسنوات التدخين اكيد بتلعب دور بالخطر اللي راح يصيبه للمريض. هذا الشيء كثير مهم، بس يعني نحن لما بنوصل لدرجه انه التدخين اثر بجسم الانسان، فهو الصح انه يوقف التدخين، تخفيف التدخين انه لحتى يوصل لدرجه ايقافه انا معه، بس انه بس مجرد نخفف الكميه لا، ما نحن عم نتعرض لهي المواد السامه. فيعني الصح ايقاف التدخين ومو بس تخفيفه. تمام. يعني نحن مثل ما بنعرف بجائحه كورونا، جائحه كورونا خلينا نقول هلا المتطوره، يلي كمان ان شاء الله يا رب هيك ما حدا بينصاب فيها اذا اخذ جميع الاحتياطات. يعني مثل ما بنعرف كورونا هو بيضرب اول شيء الرئتين، يعني مثل ما المتعارف بالدراسات، ولكن صار في شغلات تانية. قد ايه كمان المدخن اكثر عرضه اذا انصاب بكورونا للاعراض الشديده؟ حتى الشفاء ما بيكون بالوقت القصير يلي بياخده الشخص الطبيعي اللي هو اكله صحي وما بيدخن. هلا ببدايه الكورونا للاسف في دراسات طلعت قالت انه الاصابه عند المدخنين كانت اقل بكثير من عند غير المدخنين، وحتى اقل شده. فهذا الشيء شجع العالم على الاستمرار بالتدخين. يعني بس نحن جد بهي الموجه، يعني نحن مرقنا بثلاث موجات، الموجه الاولى والثانيه فعلا ما كنا عم نشوف كميه كبيره من المرضى المدخنين، وحتى اللي كنا عم نشوفهم كانت اصابتهم فعلا خفيفه، بس بهلا بهي الموجه الثالثه عم نشوف مدخنين. هلا الفكره مو انه الكورونا بتصيب المدخنين او ما بتصيبهم، المدخن هو عنده مرض مزمن، يعني اوريدي هو صار وصل لدرجه صار عنده انتفاخ بالرئه، او ممكن صار عنده التهاب اصابات مزمن، اجى مرض بغض النظر كورونا او غير كورونا كسر له المعوضه، فهنا انكسار المعوضة يعني مو بسهولة بيطلع منه المريض. يعني انكسار المعوضة لإنسان تنفسي جرثومي أو فيروسي أو لصمة رئوية أو لأي شيء، لما بتكون الرئة ضعيفة مو بسهولة يطلع منه المريض. هلا اللي ما عنده مرض مزمن، الفكرة بأنه الكورونا بتصيب المدخنين اقل من غير المدخنين، يمكن شيء له علاقه بالمستقبلات، لهلا ما قدروا يوصلوا لنتيجه او لسبب واضح. يعني وقت القشع يلي بيطلع بفتره الاصابه للمدخن، يمكن اكثر من حدا عم يقول نحن عم نطلع قشع بطريقه غريبه، يعني كمان هل له سبب؟ ما له علاقه، يعني هو المستقبلات اللي موجوده بالرئه اللي عم يتوضع عليها الفيروس غالبا انه هي بتكون عند المدخنين اقل من غير المدخنين، بس هذا الشيء لاحظناه بالموجه الاولى والثانيه. هلا بالموجه الثالثه اللي هن ما انصابوا فيها المدخنين عم ينصابوا، هي فعلا الموجه الثالثه اشد وطأة كانت من الموجتين السابقين. نعم. فلا يأمنوا يعني، وهو اصلا هي الدراسات ما تشجع ابدا على نشرها عالميا، لانه هي يعني بتسيء للامراض الاخرى يعني. فلا المدخنين لا يأمنوا، يعني لا يقولوا نحن بالحيز الامن. نعم. طب خلينا نحكي اليوم دكتوره، في كثير من مواقع ممكن تقدم وصفات لتخفيف التدخين او اطعمه لتكره التدخين، او حتى ممكن في ادويه رائجه قيل عن قال انه اذا بتاخذيها بتكرهي التدخين. خلينا نحكي عن صحة أول شيء هالموضوع، هل إلها مخاطر كمان على الجسم؟ أو شو الطريقة الصحيحة أنه الحدا يروح على الطبيب مختص حتى يشوف وضعه، كيف الطريقة الصحيحة للإقلاع عن التدخين بشكل تدريجي؟
هلا في يعني في ادويه فعلا بتساعد، يعني في لصقات، في مواد بتساعد لانه نخفف من التدخين، وتم تجربتها بس يعني ما كانت النتائج مرضيه كما يجب، لان اكثر المرضى عم يعتمدوا على هي الادويه وعم يضلوا يدخنوا ليشوفوا انه يا ترى انا بخفف من التدخين او لا. ما كانت النتائج كثير مرضيه، مثل ما قلت لك بده تترافق الاراده بالدرجه الاولى مع هي المواد، وفي كثير مرضى يعني قدروا يوقفوا التدخين بدون هي المواد. هلا في شيء روجوا له كمان السيجاره الالكترونيه، انه هي اقل خطر من السيجاره العاديه. لا، كمان السيجاره الالكترونيه ايضا لها مخاطر، يعني بصير المريض بكثر من السيجاره الالكترونيه، او في منهم بيحطوا هي النكهات، الفلتر اللي بينحط على السيجاره على اساس كمان هو بيخفف، بالعكس لقوا انه الاضرار عم تكون اكبر لان المريض عم يدخن كميات اكبر بحجه انه هو حاطط فلتر تماما، او انه هو عنده سيجاره الكترونيه. فيعني لا يعتمد المريض على اي ماده لحتى يوقف التدخين او لحتى يتجنب مخاطر التدخين، يكون اراده فيه. هو بده يكون عنده اراده وبده يكون واعي للخطر اللي هو عم يتعرض له. في كثير ناس بتقلي فلان ما بدخن صابه مرض، انا بدخن ما صاب، يعني هي هذا الشيء صدفه بيصير، والا هو علميا هي مبررات، هي مبررات، هي حجه. يعني دكتوره نواد بدنا نعمل حلقه ثانيه عن او مقطع ثاني عن المدخنين السلبيين، يعني دائما المدخن السلبي هو مثله مثل المدخن الايجابي ولكن ما له ذنب بيكون احيانا. تماما، اختار التدخين السلبي ما بتقل ابدا عن التدخين الايجابي. تماما، هو عم يتعرض لنفس السموم بالنهايه. نصائح اخيره دكتوره نوار لكل اللي عم يتابعنا اليوم وعم يتابع هذه الحلقه، وخاصه يلي هلا خايف شوي من كورونا وخايف تصيب الجهاز التنفسي. هلا التدخين بنقص المناعه، التدخين بسبب كثير امراض، مو بس امراض رئويه، لا يقول المريض انا عم بقدر اتنفس، انا عم اقوم تمارين رياضيه، انت في عندك قلب، في عندك شرايين، في عندك كليه، في عندك اجهزه ثانيه بالجسم خاف عليها، التدخين مسرطن حتما بطريقه او باخرى. نتمنى على الكل انه عدا عن غلاء سعر ماده التدخين بهي الايام، انه رداءه ايضا المواد اللي عم تستخدم بالتدخين، لذلك الاقلاع عن التدخين كسجائر، كارجيله، كاي شيء، اي شيء فيه ماده النيكوتين. نعم، نتشكرك كثير على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله فعلا كل الناس تدرك المخاطر من التدخين باي شكل من الاشكال، وان شاء الله هيك ما حدا بصيبه شيء. يا رب دائما ندعي هيك بكل فقره طبيه، السلامه للجميع والسلامه لك دكتوره. شكرا لك وشكرا لكم ويسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتوره نوال.